هذا الدعاء لإزالة الهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعلم. قال الحبيب: من قالها إلا أبدل الله همه فرحا، وفي رواية فرجا. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، نور صدري، جلاء غمي أو همي، وذهاب غمي.